جيد، أطعمنا الملكة. حاولي يا مولاتي، إن بقيت دون غذاء لن تستطيعي التحمل، وأخشى أن يصاب الجنين بالوهن. لا أستطيع يا عليا، فرائحة الطعام تثير غثياني. ستخرج من البيت أخيرا؟ نعم سأخرج. إلى أين؟ إلى مكان يجب أن أذهب إليه. اتبعه دون أن يشعر، وحذاري أن يؤذي نفسه. ما الأمر؟ لما تريد لقاء الملكة على عجل هكذا؟ أخبريها أن الأمر خطير ويخص إحدى عزبها المفضلة. لن أخبرها، فهي بحاجة إلى الراحة. تعرفين لما أريد لقاءها؟ أخبريها فقط أني هنا. وكيلك يريد أن يراك. لست قادرة على مقابلة أحد. تبدو تصرفاته غريبة، والشرر يتطاير من عينيه كمن نوى شراً أو فقد عقله. أخشى أن يثير اللغط. من الأفضل أن تقابليه وأن تعرفي غرضه. يبدو أنك نسيت كما نسي وكيلي أني الملكة، وأني قادرة على جعل وجوده على هذه الأرض مجرد ذكرى، لكني لن أفعل، لأني أقدر المصائب التي مرت به، وقد منحته الفرصة ليعود إلى خدمتنا، لكنه غارق بأحزانه وتهيؤاته. ذهبي إليه وقولي له: تريدك الملكة أن تعرف أنها استخدمتك فقط كأحد عمالها، وإن كانت لديه أوهام أخرى فليدعها عنه ولا يتمادى. ولكنك تعرفين ما جرى بيننا، أليس كذلك؟ أعذر وقاحتي يا سيدي، ولكن إذا صممت على جعل الأوهام التي تسيطر على عقلك حقيقة، فإن ذلك سيكلفك عنقك. إلى أين ذهب؟ إلى قصر مولاي الجنابي، مكث برهة ثم خرج وهو على هذه الحال. اذهب إلى الديوان وأخبر سيدك أن يحضر فوراً.